اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. مشاهدينا الكرام، احنا لما بنكون بالاعياد او بالحفلات او بالافراح او ايا كان نوع هذه المناسبه السعيده تحديدا، بنلاقي دائما في عامل مشترك، هذا العامل هو البالونات. البالونات هذه دائما بتطفي فرحه وسعاده بداخلنا، فما بالكم لو هذه البالونات كانت عباره عن اشكال وشخصيات، جزء منها كاركترات او شخصيات معروفه والجزء الاخر اخترعتها شابة سعودية حنتعرف عليها اليوم. حنتعرف على هذا الإبداع، بين قوسين هو فعلا إبداع رائع وجميل لما تشوفوا الحلقة وتشوفوا الأشياء اللي هي اخترعتها. اسمحوا لي أرحب بضيفتنا الجميلة اليوم هالة المصري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. أنا مرة مبسوطة بالأشياء اللي أنت عاملة، ما تتخيلي قد إيه، رجعتني عمري 5 سنين. كويس طبعا، كويس أنا عملت حاجة يعني. كويس. والله عملتي حاجات، مش عملتي حاجة. أنا من النوع اللي أحب البالونات بصراحة يعني، فأي مناسبة لي لازم ألاقي بالونات عشان أكون مبسوطة. أول شيء، أنت يعني من فين جاتك الفكرة؟ أنت عاملة كاركترات وعاملة شخصيات، إيش سبب شغفك في البالونات؟ وأنت من فين جاتك فكرة أنك تعمل البزنس حقك أو شغلك كله في البالونات تحديدا؟ هو بداية أنا يعني أبدا كان الموضوع ما له دخل بالبالونات، يعني أنا كنت برسم بألوان زيتية وكنت أخذ دورات. فمن فترة جات مناسبة من سنة تقريبا، كان عندنا مناسبة وحبيت أعمل حاجة بسيطة بالبالونات. فبعد ما عملتها كلهم حبوا الفكرة، يعني قالوا لي طب أنت ليش ما بتاخذي المجال ده؟ يعني هي كانت الفكرة إني زي موضوع الرسم، إني بعمل البالونات مثلا ورد باقات كده، بتكون نفس فكرة الرسم بس إنه بشكل ملموس. فأنا بعدها حبيت فكرة البانانا. طبعا بعد ما صرت أنزل كبدايات أعملها زي كده في حفلة، يعني في مناسبات أقارب لنا وكده، لما لقيت دعم وتشجيع، يعني حتى صرت أنزل على تويتر أول ما بديت، فحبوا الفكرة ولقيت دعم من الناس، يعني عجبتهم الفكرة هذه، فبدأت أطور الموضوع، يعني بجيب أفكار يعني عارفة. حتى بعدها زوجي جاب لي كتالوجات من برا لما لقاني حاب الفكرة، فصرت ادخل عليها. يعني هم طبعا الشخصيات اللي بيعملوها والتصاميم بعيده عن شغلنا وبعيده عن المنطقه يعني اللي احنا فيها. بس انت عندك شغل رئيسي غير شغل البالونات؟ لا، هو البالونات، هو يعني البالونات. انا حبيت البالونه. طيب انت بتستخدم انواع مختلفه من البالونات، انا شايفه بالونات. اسمحي لي بس قبل ما اكمل انه لازم اقول لك شكرا. طبعا انت اعطيتيني بوكيه ورد من عباره عن بالونات ظاهر امام الشاشه الان، صراحة مرة عجبني ومرة مبسوطة فيه، فمرة أشكرك عليه والله. وفعلا أعطيني إحساس بوكيه الورد، بس أحلى، بس إن شاء الله ما ينفقع من خاتم من خواتمي ولا يصير في أي مشكلة بإذن الله. طيب قولي لي، أنت عملتي شخصيات مختلفة من البالون، أنت عملتي أم كلثوم؟ أيوه. ومين كمان عملتي؟ جين عمران كانت آخر حاجة يعني. جين عملتيها بالبالون. أيوه. أوكي، بوجه لها كل التحية طبعا. أوكي، ومين كمان؟ بس تقريبا يعني الشخصيات الباقيه كرتونيه، باباي ما بتذكر، بس يعني هي اغلبها كرتونيه. يعني هي بدات دحين اللي اعمل شخصيات بعد ما عملت ام كلثوم وكده، حبيت الفكره فحبيت يعني اشوف صور واحاول اطبق عليها بالبالون. انت تعملي، انا شايف طبعا الصور ظاهره على الشاشه، بس انت سهل. هذه مين؟ هذه شخصيه مين؟ إلسا حقت ملكة الثلج، حقت فروزن. ايوه. اوكي ال 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 البوينت انك انت سهل انك تعملي كاركتر وتخليه شبه الشخصيه بشكل كبير، يعني انت بتنطقي قطعه، عرفتي، من صلب بالون جماد، فكيف بتخليها قريبه مره من الواقع؟ أيوه، يعني ممكن افهم لوحه، ممكن افهم نحت، لكن بالون اللي هو ادق حاجه ينفقع على طول. هو كان كبدايه لي انا كنت زي كده، يعني كنت اتخوف منه، بس دحين صارت مع التمرين مره ولا مره يعني خلاص صار شيء خفيف في يدي وسهل اني اشكله. طبعا هو كله تركيب زي ما انت شايفه، بيكون كله تركيب وبيعطيك الشخصيه يعني. فهي مو كل الشخصيات، يعني اغلب الشخصيات بتطلع على شكل كرتوني، يعني حتى الوجه النحيف ما بيطلع لك بنفس الشكل، بيطلع لازم بشكل البالونه او ممكن نتحكم فيه بحاجه بسيطه يعني. تمام، بس انت كيف بتقدري توصلي للشخصيه نفسها؟ انك انت ترسميها بطريقه، يعني انت هل انت بتتحكمي بالملامح من خلال البالونه نفسها والرسم على الشكل، وبتجيبي بعض انت بتستخدم الوان كمان وانواع كثيره من البالون، صح ولا لا؟ عشان تقربي للشخصيه. انا شايفه دحين في مين الابله دي لو سمحتي؟ هي شخصيه يعني عارفه زي ما يقولوا رسمي كده كده عملتها، بس يعني عارفه زي ال كيف اقول لك؟ الشخصيه زي اللي بيكونوا رايحين دوام وكده، يعني رسميه عارفه.
ما هي عشان شخصية معينة، على يعني ما هي فكرة، شخصية لأنه فعلا معينة. أعطيني إحساس مدرسة. مدرسة ممكن سميتها أبلة نظيرة يعني، خلاص مع شكلها كده. أنت بسميها أبلة نظيرة؟ أنت أنا بعد ما بتسمي سويتها، الكاركترات أنا كمان؟ بعد ما سويتها سميتها يعني. أنت بتسميهم كمان؟ سميتها أيوه على حسب الشكل يعني. اللي بعملها شخصية كده بتكون ما لها اسم أو ما لها شخصية معينة، فممكن بسميها. زي في بدايتي كنت عاملة برضو طباخ، كنت مسمينه حسن بلونة، كنت مسمينه يعني هو عبارة عن ايه؟ طباخ، كان طباخ برضو حسن بالبالونة. ايوه في بلونة؟ الصور، ايوه اشمعنى ده موجود. اللي سميتيه بلونة؟ هو عشان من التخين شكله يعني ولا؟ ايوه. على حسب الشكل يعني زي ما بقول لك. والله مرة حلو ما شاء الله تبارك الله. طيب انت يعني هذا الموضوع بياخد وقت معاكي، جهد، كيف بتعمليه؟ لا والله ما بياخد، ممكن يعني لما تكون شخصيات جديدة او اول مرة ببتكرها او حاجة، فممكن تاخد معايا وقت. يعني بس قد لما ايه؟ تكون يعني ممكن نص يوم تقريبا. نص يوم؟ وقد ايه بتعيدي وبتزيدي وتنفقع وتعيدي وتزيدي؟ لا يعني ما بتاخذ وقت كثير يعني، الحمد لله ما بتتفقع كثير معايا البالونات. كانت الرسم كبداية يعني. يعني موهبتك بالرسم ساعدتك في هذا ايوه الموضوع كثير إلى أي ساعدتني حد؟ يعني، مرة ساعدتني كثير يعني، حتى في تصميم نفس البالونات او زي لما بعمل الشعر، لما بعمل يعني. في واحدة طلبت مني من فترة شخصية انجلو برضو كرتونية، هي كانت ممكن في البداية استصعبت الموضوع اني يعني اول مرة بعمل شخصيات كرتونية، بس مجرد ما شفت الصورة خلاص يعني عرفت كيف بيتركب الشعر والجسم. هي خلاص مجرد انا يعني، اي احد بعد برضه بيعرف البالون يعني، مجرد اول مرة خلاص عملت شخصية او حتى لو وردة، ممكن بعد كده خلاص بعرف كيف يتركب الشعر وكيف بيتركب اليد او الجسم او. تمام. طيب انتي ابغى اعرف منك ايش ردود افعال الناس لما بتشوف هذه الاعمال؟ يعني اكيد انا انبهرت، انا مره عجبتني بصراحه، فعلا فعلا حتى حصير زبونتك على فكره. خلاص مرحبا بك. فهي تنفع على فكره كهدايا صح للناس؟ أكيد يعني ممكن أيوه يستفيدوا منها كهدايا؟ أيوه ممكن. زي ايه مثلا؟ هدايا وكذا، مثلا عيد يعني ميلاد؟ لعيد ميلاد، أيوه ممكن عيد ميلاد يعني. بتكون شخصية مثلا يعني، من كم يوم برضو طلبت مني واحدة لأختها شخصية بنت، بتكون بنت يعني عارفة كيوت كده، فممكن أعملها بالشكل ده زي ما هي طالبة وبتهديها يعني، وبتكون ماسكة بالونات أو وانت حاجة يعني. ممكن تعملي شخصيات حقيقية، يعني طبعا عملتي شخصية لوجين وعملتي ممكن شخصية ايوه، بتكون الكرتون بس على وعملتي شكل شخصية، كرتوني يعني اي أكثر. بس ممكن شخصيات مثلا انا ابغى حد معين في بالي تعملي لي ممكن كاركتر وببالون تعمليها؟ أكيد ايوه بإذن الله. والله فكرة مرة حلوة لعيد ميلاد وأنا حبيت أعمل شيء جديد في البالونات يعني، مناسبات. اي إنه تمام. هو البالونات المعتادة اللي بنعرفها مجرد بالونات عادية، فحبيت أدخل فكرة جديدة، ولسه عندي افكار كثير جديده يعني. طيب انا كنت بسالك قبل ما ادخل في السؤال ده، كنت بسالك ردود افعال الناس ايه، ايوه عباره عن ايه كانت لما بتشوف هذه الاعمال؟ والله ما شاء الله تبارك الله يعني، حتى انا ما توقعتها في البدايه، من البدايه يعني زي ما قلت لك كانوا يعني في تشجيع وفي دعم كثير، وكلهم كانوا عجبتهم الفكره، فهذا اللي مخليني ببدع اكثر وحابه اعمل اشياء اكثر كمان وافكار تمام. جديده. طيب ممكن مثلا بيستفيدوا منها الناس بالافراح؟ يعني مثلا حد بيعملوا بالون العروس ايوه العروسه والعريس ايوه بتنطلب العريس كثير والله معاها بيعملوا بالونات، ايوه مره كثير بتنطلب، بتنطلب وتكون فكرة حلوة فبحاول وجديدة. برضو ابتكر في موضوع العروسه يعني. انا كنت بعملها بشكل عادي ممكن زي اللي ورا هذه الماسكه، فصرت بحاول اعمل أنا لسه كنت تصميم بسألك الفستان. الشخصية اللي ورايا دي مين؟ لا هذه شخصيه عاديه بس هذه انها من واحده بتعمل الخيال. باليه. ايوه طيب ايوه بتنطلبي ايوه بالافراح بنطلب، وبالاشياء هذه. فصرت حابه اني بطور الشيء يعني، ما حابه يفضل انه نفس الموضوع. ممكن اصمم الفستان يعني تصميم فستان كامل بتكون زي العروسه ولابسه الفستان بالبالون برضه. تمام. كيف تعملي ماركتينج؟ كيف بتسوقي لمنتجاتك؟ على التويتر والانستغرام اكثر حاجه. تحسي انه السوشيال ميديا بشكل عام او مواقع ايوه التواصل الاجتماعي الانستغرام اكثر افادتك حاجه. مره بشكل كبير؟ ايوه الانستغرام ما شاء الله يعني افادني مره كثير الحمد لله. تمام. بتلاقي اغلب الناس، اظن انت معظم زباينك ستات ايوه اكيد اكيد طبعا. اكيد، ما في ايوه رجال حيتصل يقول لك اعملي لي بالونه ولا اكيد افري. نادرا بيجي زي اعياد الزواج وهذا، بيجوا اوقات رجال بيطلبوا زوجاتهم كعيد زواج وكذا. طيب حسألك سؤال شويه يعني هو شخصي بس، يعني خلينا نتكلم بصراحه، اوكي يعني لانه انت عملتي شيء من لا شيء، يعني هل هذا الشيء يعتبر او هذا البزنس دخله مرضي ليكي؟ ايوه تمام مره كويس يعني، دخله مرضي بالنسبه لي يعني. حتى كثير قالوا لي انه ممكن ليش ما بتفتحي محل، بس لسه يعني ليه؟ مخلي لا الموضوع فعلا انا ده. لسه كنت حسألك، يعني انت ليش ما انت حابة انك انت تعملي محل خاص ليكي؟ الناس تجيكي، لان انا متأكدة بعد الحلقة دي ترى يعني
الناس حتهجم عليك، لأنه فعلا إحنا ينقصنا الأفكار بالأفراح بالمناسبات بالتخرج. يعني تخيلي أنت عاملة شخصية البنت المتخرجة على شكل بالون والطاقية والأشياء دي، أي فده يعني ليه ما تعملي محل فعلا الناس تيجي تكلمك عليه هو أو والله بالنسبة لي تتواصل تروح لك عنه. كمحل يعني أنا بفضل في البيت باخذ راحتي أكتر وبقدر أبدع أكتر. يعني عارفة لما بيكون محل بتكون الطلبات ممكن كتير فما بقدر يعني أركز، إلا ممكن بعد فترة يعني عاملة حساب إنه بجيب بنات وأدربهم، يعني بعطي دورة وممكن بعد كده حقدر أفتح محل. يعني بيكون في معايا كم واحدة، أما كأني لوحدي دحين لا صعبة شوي، ما حقدر أركز بين إني أعمل شخصيات أو ببتكر أشياء جديدة. طيب انت مين دعمك في بدايه البزنس هذا؟ مين قلتي زوجك؟ هل زوجي ايوه حكينا عن دعم زوجك لك، خصوصا هو جالس بيتفرج عليك الان جوا. ايوه اوكي. يعني كان بيشجعني يعني كثير، حتى اغلب الوقت وتيجي اوقات انا عارفه مع ضغط اوقات شويه كده اني خلاص ببدا اميل او حاجه، لا هو بيقول لي حتكوني شيء كويس استمر، يعني شايف اني بكره حكون شيء مره كويس، فبيشجعني مره كثير في الموضوع ده. أولادك لما بيشوفوا الكاركترات إيش بيعملوا فيكي؟ أولادي مرة بينبسطوا، خصوصا لما بعمل شخصية كرتونية يعني. لما بتعملي شخصية أي كرتونية. مرة بينبسطوا عليها. تعرفي أنا إيش اللي عجبني في الموضوع كمان؟ جزئية جدا مهمة، يعني أنت فعلا عملتي اخترعتي شيء، عملتي مصدر، طبعا ربك طبعا أكيد هو بفضل الرزاق، الله أكيد. أي لكن ما شاء الله عملتي مصدر رزق، فتحتي باب ما كان على البال ولا على الخاطر انك انت تعملي الباب ده، وانك انت من بلالين تعملي مشروع كامل، وتهيألي تكلفة البلالين تكلفة المشروع ما هي غالية. يعني ايوه ما بتكون غالية يعني. بيجوك ناس يبغوا يتعلموا الشيء ده؟ والله في بداية شغلي، بداية ما بدأ يعني أول ما بديت كانوا في كم واحدة طلبوا مني إنه أعطي دورة وكده، وزي ما قلت لك إنه قلت لهم إن شاء الله يعني أول ما هفكر أعمل الدورات إن شاء الله هكلمهم. إن شاء الله بإذن الله. أنا اسمحي لي مرة أشكرك على وجودك بسيدتي، وفعلا وجود الأبلة نظيرة أبلة ومين نصيرة اللي أيوه. ورا اسمها، إيش اسمها؟ لا هذه ما لها اسم ما لها اسم ولا عاملة لها أي قيمة على فكرة ولا، دي، ولا وهي جالسة محترماها ورا أبدا، أصلا. يعني المفروض إنه جاية الاستوديو يكون بقيمتها أكثر. فيعني أشكرك على هذه الجهود الحلوة اللي فعلا يعني بتضفي سعادة للناس أثناء تواجدها في المكان اللي بيحتفلوا فيه. واسمحي لي كمان مرة ثانية أشكرك على باقة الورد وأنا البوكيه حابة الحلو أشكرك ده على اللي المكان فعلا أنا وجودك. أعتز فيه وحاخده معايا وأوريه للكل. حبيبتي يعطيك يعطيك ألف العافية عافية أخت هالة، وشكرا ويعافيك يا لتواجدك رب. سيدتي. أهلا شكرا لك. وسهلا فيك. إذا مشاهدي الكرام بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات سيدتي مستمرة، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا. مرة عجبني جديد سيدتي مول الآن على جهازك وموبايلك، أول موقع من نوعه عربياً. تجولي بكبسة زر في كل مولات مدينتك، طلعي على أحدث المنتجات وأسعارها وآخر العروض والتخفيضات، واختاري كل احتياجات جمالك وأناقتك وبيتك وعائلتك. سيدتي مول ينقل لك تجارب متسوقات ويستقبلك في ناد خاص لتتفاعلي وتفوزي بعروض شراء لك وحدك. سيدتي مول، الوجهة الأولى للماركات العالمية. في سيدتي بعد الفاصل، الفنان محمد الزيلعي في ضيافة سيدتي.